وسط طلقات البارود وأهازيج الأناشيد الدينية، زف 19 شابا من فئة ذوي الدخل المحدود للعش الزوجية بحي بوعامر بولاية ورقلة. مناسبة الزواج الجماعي جمعية التوعية الخيرية لحي بوعامر ورقلة، عرسان جدد، دفعة جديدة، بمناسبة سميت هذه الدفعة دفعة أولاد سالم عبد القادر المدعو الشامبيط. مبادرة تستحق كل التشجيع لأنها تعبر عن العمل الجماعي وتعبر عن التعاون، كما أن لها الكثير من الآثار النفسية والاجتماعية. المستفيدون من المبادرة ثمنوها في ظل تدني القدرة الشرائية وارتفاع المستوى المعيشي. جمعية أو الجمعية الخيرية لمساعدة العرسان يعني تقوم بنقص تكاليف العرس الجماعي وتساعد في يعني القيام بالمعوزين ولا اللي ما عندهمش يعني كما نقولوا احنا بالدرجة الزوالية. هي بمثابة مبادرة حسنة لتقليل من العنوسة سواء من الجنسين من الشباب ومن الإناث، وهي بطبيعة الحال لحمة تكافلية اجتماعية محضة. لتبقى مثل هكذا مبادرات اجتماعية للتكفل بهذه الشريحة تعكس مدى تكاثف جهود الجميع بالجنوب الكبير في فعل الخير.